مشاهدينا الكرام، احبائي الرياضة على التلفزة الوطنية، اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الى هذا النقل المباشر لمباراة الترجي الرياضي التونسي وعين توتا الجزائري. ثالث مباريات الترجي الرياضي التونسي في هذه البطولة الافريقية للاندية البطلة. في المقابل هي المباراة الرابعة لعين توتا الجزائري. الترجي كان انتصر في المباريات الزوز الأولى ضد شبيبة كينشاسا 40-30 وضد فلاورز البنيني 39-19-20 هدف بالتمام والكمال فارق، في حين نادي عين التوتا الجزائري في رصيده انتصارين وهزيمة. الهزيمة ضد الأهلي المصري بفارق 9 أهداف 36 أو 19 هدف عفوا 36-17 وفوز على شبيبة كينشاسا 26-25. شبيبة كينشاسا اللي كان فاز عليها الترجي التونسي بفارق 10 أهداف وفاز ضد فلاورز البنيني بفارق هدف وحيد أيضا 24-23. فلاورز البنيني عفوا اللي كان فاز عليها الترجي بفارق 20 نقطة. إذن الترجي الرياضي التونسي من أجل الانتصار الثالث ومواصلة سلسلة الانتصارات، المباراة أكيد باش تكون أقوى من المباراتين الأولتين للترجي الرياضي، لكن حسب النتائج اللي قاعد يحقق فيها إلى حد الآن عين التوتا انتصارين ضد زوز فرق بفارق هدف وحيد. الفرق هذوما انتصر عليهم الترجي بفارق 10 أهداف وبفارق 20 هدف. يمكن خلينا ننتظر مباراة على الورق في متناول الترجي الرياضي التونسي. منذ قليل أيضا كنت تابعت معنا مباراة النادي الإفريقي ومولدية الجزائر واللي حسمها النادي الإفريقي لفايته بفارق هدف. 3 انتصارات للنادي الإفريقي في انتظار أيضا الانتصار الثالث على التوالي للترجي الرياضي. فكرة على جماهير الترجي اللي حاضرة هوني في قاعة المرحوم فوزي الساحلي بالحمامات، ونمشي مباشرة للاستجوابات الفورية صحبة زميلتي إسلام بن صلاح. تفضل إسلام. شكرا لك محمد علي. إلى جانبي سي منير عبد الدين مساعد مدرب عين توتا الجزائري. رغم الصعوبات اللي قاعد يلاقي فيها الفريق ورغم حداثة نشأته تقريبا من عام 98، إلا أنه يحاول في أول مشاركة إفريقية ليه يحاول أنه يمشي بعيد عين توتا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء نهنيو فريق الترجي بالكأس العربية. ثانيا الفريق تاعنا جديد النشأة، تحصلنا على بطولة الجزائر الموسم الماضي. السنة رانا نحاولوا بكل الإمكانيات اللي راهي عندنا باش نشرفوا الفريق تاعنا، المدينة تاعنا وبلدنا الجزائر إن شاء الله. أكيد في مجموعة صعيبة ضد الأهلي والترجي الرياضي التونسي في أول مشاركة ليه كما قلت. المجموعتين مجموعات صعيبة لأنه فيها الفرق المصرية والفرق التونسية. احنا نحاول بكل الجهد اللي عندنا باش ان شاء الله نفوتوا للدور الاخر، ومن بعد نشوفوا كل مقابله ان شاء الله نقراوا الحساب ونشوفوا ان شاء الله نحاولوا نتاهلوا الى ابعد ما يمكن ان شاء الله. شكرا لك. نتصوروا فيه الوقت محمد علي نرجع لك. مازال بحذاك هيثم بن عمر. اسلام هيثم بن عمر. هيثم بن عمر موجود. هيثم بن عمر مساعد المدرب الترجي. بالتاكيد هيثم بن عمر. هيثم الترجي في المباراه هذه قاعد يلعب مرتاح في انتظار مباراه الاهلي اللي باش تكون مصيريه لتحديد يمكن المركز الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح قاعدين ندوروا في الايفكتيف فيو لي ماتش، معناتها مع كامل احتراماتي للفرق المنافسه معناتها لاقين فيهم سهوله. صحيح نستناو في ماتش الاهلي وان شاء الله يا ربي نتحصلوا على المرتبه الاولى في الدوره هذه ان شاء الله باش يسهل شويه المشوار نتاع الدور النهائي ان شاء الله. شكرا لك هيثم، رجع لك الكلمه محمد علي. شكرا لك اسلام. كانت هذه الاستجوابات الفوريه. يحضر معايا في التحليل الفني
للمباراة كالعادة. إلياس سعيد، مرحبا إلياس. مرحبا بك، وصورة من سيد المخرج لانطلاق الإشارة الشوط الأول من ثنائي التحكيم. كنا قلنا توامى المقابلة الفارطة، هما أخوة صحيح، لكن واحدة 27 سنة وواحدة 25 من القاهرة بالتحديد. محمد يعطيك الصحة على هذه الإضافات إلياس. الحكمتين ياسمين السيد وهايدي السيد من مصر، وبداية المباراة والفريق الجزائري عين التوتة في أول هجوم حاولت إيصال الكرة للاعب الدائرة أيوب مذكور، لكن موجود دفاع الترجي متفطن. فرحات الحمزاوي، عبد اللطيف موفق، توصل الكرة للظهير يسدد أسامة عمروش ويسجل الهدف الأول في المباراة، وعكس الهجوم من الترجي الرياضي التونسي. توصل الكرة إلى لاعب الدائرة مكرم السلامة، رغم أنه كان بين زوز لاعبين محاصرين تمكن من تسجيل الهدف رغم المحاصرة. الهدف الأول للترجي، ويرجع الهجوم جزائري مرة أخرى لنادي عين التوتة الجزائري. أسامة عمروش، توصل الكرة إلى لاعب الظهير وسجل الهدف الثاني. اللاعب عبد الملك فضيل يعود، هجوم سريع للترجي، تصدي من حارس نادي عين التوتة سالم بوفالغا. أول تصدي في المباراة لسالم بوفالغا، ويرجع الهجوم لنادي عين التوتة. هنا محمد دفاع 0-6 يعتمدوا الترجي التونسي. بطبيعة الحال مازال في مرحلة جس النبض. الحاجة المؤكدة اللي دخول يوسف معرف وعبد الحق بن صالح منذ بداية اللقاء، تأكيد اللي المدرب والإطار الفني وبقية اللاعبين عاطين قيمة لهذا اللقاء. محمد أكيد يعطيوا قيمة لهذا اللقاء. وهوني فما رمية 7 أمتار لنادي عين التوتة، كما تشوفوا في الإشارة من الحكمة كان فما دفع حسب رأيها. حمزة حمو هو اللي باش يتولى تنفيذ رمية 7 أمتار قدامه أصيل النملي. حمزة حمو ويفشل في تسجيل رمية 7 أمتار، وتصدي من حارس الترجي أصيل النملي. يرجع الهجوم للترجي أو إعادة لرمية 7 أمتار حبي غالط حارس الترجي، لكن كورتو خارج المرمى. عبد الحق بن صالح، حمزة باشا، يوسف العبدلي يوصل الكرة لمحمد علي بحر وينجح في تسجيل الهدف الثاني للترجي وتعديل النتيجة. الريتم مازال ضعيف مع بداية المباراة بعد 3 دقائق و20 ثانية، 4 أهداف في 3 دقائق معدل به، لكن ريتم المباراة مازال ماهوش سريع الياس. صحيت محمد، حبيت نأكد معناتها الجس نبض بتاع، لأنه بدا الرهان يكبر، بدا معناتها الريتم تاع البطولة الإفريقية، خاصة تعرف المقابلات مع الأشقاء الجزائريين، نحكيو على بطل الجزائر، دونك مستويات متقاربة على مستوى طريقة اللعب، على مستوى بناء الهجمة، دونك مش نلقاو لقاء مشوق بين زوز فرق. كما قلت لك اللي مش يربح اليوم كما قلنا المقابله الاخرى مش يضمن المرتبه الثانيه، ويقعد يلعب المقابله يوم الاربعاء مع الاهلي المصري اللي ضمن المرتبه الاولى. ان شاء الله لبس فرحه حمزاوي يخرج مصاب، عنده اصابه على مستوى الوجه بعد الاصطدام مع اسلام الجبالي لاعب الترجي. قدامكم لاعب فرحه الحمزاوي يدخل مكانه رافع ابراهيم كلاعب ظهير في تشكيلة عين التوتة الجزائري. أسامة عمروش، عبد الله موفق يخرج لاعب الدائرة، فما لاعب الجناح يمشي كلاعب دائرة ثاني. رفع إبراهيم، حاولت إيصال الكرة لاعب الدائرة، توصل الكرة لأيوب مذكور اللي ينجح في تسجيل الهدف الثالث لعين التوتة. عبد الحق بن صالح
يوسف معارف يوصل الكرة من جديد لمحمد علي بحر ويسجل الهدف الثاني ليه والثالث للترجي. محمد علي بحر إلى حد الآن عملية التسلسل السريعة، ديكلاج توصل الكرة سريعة للاعب الجناحة والإعادة يوسف معارف يوصل الكرة رغم أن الجاية ما كانتش مفتوحة برشا، لكن محمد علي بحر يتمكن من تسجيل الهدف. تقريبا نفس السيناريو في التمرير الاسيست نتاع يوسف معرف اونجاجمون، ومره الكره كانت سريعه كما قلت في اونجل فيرمي ماركا الهدف الاول، ياخذ ثقه في نفسه اكثر دونك يسدد تنجم تكون ناجعه، وكما شفناه ثلاث اهداف جزء اهداف لمحمد علي بحر. الهجوم يقعد لنادي ان التوتا الجزائري، اسامة عمروش يلعب مع رافع ابراهيم لعبد الله موفق يوصل يحاول يسال الكره للاعب الدائره، لكن متفتل دفاع الترجي وعكس الهجوم من اسامه البوغالمي. ممتاز الهدف من اسامه البوغالمي رغم انه اخذ الكره هو او يظل حسب لا لا محمد لم يحتسب الهدف. 4-3 للترجي وقع احتساب الإشارة بتاع الحكم الحكمة هزت يدها أعلن على الهدف احتسب الهدف الحمد لله لأنه وقع شكيت في دخول في المنطقة لكن وقع احتساب الهدف. ممتاز التصدي أو الكرة خارج المرمى ترجع من رمية جانبية للترجي. عبد الحق بن صالح يوسف عارف مكرم سلامه يلعب بجوز لاعبي دير مدرب الترجي لكن يخرج هوني اسلام الجبالي باش يدخل حازم باسا. هذا هو الكره يعني نخرج هجوم معاكس نبلاسي روحي ما كانتش الهجمه موافقه نوقف الهجمه يقع تغيير اللاعب دخول حازم باشا مكان اسلام الجبالي اللي هو قاعد يلعب في الدفاع مكان فراس جليدي في المقابله اليوم. عبد الحق مسال عملية التقاطع مع حازم باشا وممتاز الهدف وكالعادة تسجل الكرة وتخرج من الشباك رغم أني كنت نشاهد في الحكمات تفقدوا الشباك لكن تخرج الكرة من الشبكة. 5-3 للترجي. جوز ملاحظات صراحة ننسقهم بكل لطف للجنة المنظمة لهذه البطولة الإفريقية والمسؤولين على قاعة الحمامات. إذا الهدف الرابع من عبد اللطيف موفق حالة الشباك والإضاءة أيضا ناقصة شوية في قاعة الحمامات الملحوظة عملوها برشا من الفرق المشاركة. إذا بينا لو كان يزيد شوية الضوء في قاعة الحمامات ولو منقصين وهوني في الحمامات لأنه القاعة تسخن برشا وقت تشتعل كل الأضواء، لكن أكيد من المستحسن أنه الضوء يكون أقوى من هكا شوية حتى على مستوى جمالية الصورة تتحسن الصورة وقت تكون القاعة أضوى من هكا. والهدف الثالث لمحمد علي بحر بنفس الطريقه ديكلاج توصل الكره من يوسف معرف يسعد محمد علي بحر الى حد الان ياخذ لاسوندو بسيكولوجيك مقارنه بالحارس محمد علي بحر ثالث ارتقاء وثالث هدف لهذا اللاعب. زوز كرات حطهم في القائم الثاني والكره الاخيره على مستوى القائم الاول. يس 3-3 100% نسبة نجاح كبيرة، لكن نحب نرجع نقول إن شاء الله بلطف حمزاوي فرحات قاعدين نشوف في عملية رتق فوالا دونك إن شاء الله لاباس. قاعد يقولوا في رتق على مستوى الواجهة. عبد الحق بن صالح ممتازة جدا من التسديدة في مكان صعيب على حارس المرمى. عبد الحق بن صالح بكل القوة هو جاي يجري أونكورس يطلع ويسدد الهدف. ممتاز الهدف السابع للترجي 7-4 وباهي بداية الترجي إلى حد الآن في المباراة. الترجي واخذ الفارق إلى حدود 9 دقائق مع 3 مهم جدا من الترجي التونسي يواصل في تعميق الفارق حتى تسهل عليه المباراة خاصة أكيد وأنه في الانتظار يوم الأربعاء إن شاء الله الأهلي المصري. هوني تصدي
من حارس الترجي رغم مطالبة الفريق الجزائري برمية تسعة أمتار. قلت في الانتظار إن شاء الله. إسلام الجبالي عملية الدوران قوية وممتاز الهدف رغم أنه كان معاه لاعب من عين التوتها والإعادة الدوران وتسجيل الهدف. قلت في انتظار الترجي يوم الأربعاء إن شاء الله مباراة ضد الأهل أهلي مثل ما هو الشأن إن شاء الله يوم الأربعاء. كذلك بالنسبة للنادي الإفريقي اللي سيواجه الزمالك المصري في مباريات هذوما إن شاء الله بتشاهدوهم مباشرة على التلفزة الوطنية وعلى قناتها الأولى. ماضي ساعة ونص الترجي الرياضي والأهلي المصري والخمسة ونص النادي الإفريقي الزمالك المصري في مباريات ما قلت موقولين مباشرة على القناة الوطنية الأولى. لذلك قلناها هوني التسديدة من رافع إبراهيم ينجح في مخالطة حارس الترجي مكرم سلامة. كان قادر من الأول باش يعمل عملية الدوران لكن ينجح في تسجيل الهدف. كان نجم يدور على اليسار خير يدور على اليمين مكرم سلامة ونجح في تسجيل الهدف رقم المذيقة من لاعب عين التوتة. قلت الترجي الرياضي التونسي إلى حد الآن بخطى ثابتة قلناها من الأول. قلنا على الورق المباراة في متناول الترجي الرياضي التونسي حسب ما شفنا مستوى الفريق الجزائري مع كل الاحترام طبعا لهذا الفريق عين التوتة بطل الجزائر. وكنا حكينا قبيلة في مباراة المولدية والنادي الإفريقي هذه التسديدة يتصدى أصيل النملي. قلت حكينا على الأسماء الكبيرة من مدربين ولاعبين نشطوا هنا في تونس وفي البطولة التونسية. وقلت أن نفرح وقت اللي ترجع كرة اليد الجزائرية إلى سالف أمجادها وإلى سالف مستواها لأنه في هذا أكيد تطوير لكرة اليد ورفع من مستوى كرة اليد في إفريقيا بصفة عامة. وفي كرة اليد في الجزائر فهو استراتيجية كبيرة من أجل إعادة الإشعاع وهذا اللي قاعد صاير هو أسامة البغاني في تنفيذ رمية السبع أمتار وفرصة لإعطاء خمسة أهداف فارق للترجي. ينجح أسامة البغاني عشرة خمسة الترجي. أكيد يريد حسم أمر المباراة على بكري شي نجم المدرب باسم السبكي يقوم بتغييرات وقطع الكرة لكن يسقط إسلام الجبالي. كانت الذكاء وحكينا عليها اللقطة هذه في المباراة الفارضة وقتها كان أسامة البغاني قام بنفس اللقطة حاول قطع الكرة لكن يسقط إسلام الجبالي عكس الهجوم سريع. محمد علي بحر المرة هذه كورتو خارج المرمى رغم المرة هذه سعد مرتاح أكثر من ثلاثة كرات اللي سجلهم وقت اللي سعد من مركز الجناح هولي الكرة تغلط حارس الترجي وما يحبهمش مثل هذه الكرات حراس كرة اليد. فما حديث ما بين أحد الحكمات وبنك الترجي الرياضي التونسي هذاك علاش ما توقف اللعب. شوفيه تقول ما ينفعش اكيد حكيت معاهم انه واحد بركة يتكلم بس مش بنك الترجي مش الناس الكل تتكلم ومش الناس الكل تقف لي المفروض هذا هو ليس الكلمه حلوه ما ينفعش وليت تتكلم باللغه المصريه محمد. صحيح معناتها حتى الحكم عنده توصيات للمدربين والمسؤولين باش تدور المقابله على احسن ما يرام كما قاعدين نشوفوا 10 6 للترجي بدايه على احسن ما يرام. قبيله حكيت على رقم 12 رافع ابراهيم ينشط في الامارات الوسط الاماراتي 32 سنه وقع تعزيز واو اللي قاعد يشوف الهجمه دي هو اللي سدد الهدف هو اللي تو قاعد عامل ليكيليبر بالنسبه لعين توت. لكن اكيد جدا انه الترجي عين توتا اي بالتحديد اكيد جدا الترجي في النسق اللي بدا به مش باش يلقى صعوبه كبيره في تجاوز عين توتا بالتالي يقعد متصدر الترتيب الجوله هذه. محمد علي رغم انه ما بداش به المباراه رافع ابراهيم كان بدا فرحه الحمزاوي كما قلنا
تعرض لإصابة، فما عبد الله كيموش أيضا كان تعرض لإصابة على مستوى الوجه في مباراة سابقة لعين توتا. إن شاء الله لاباس لأشقائنا الجزائريين، وتحية أكيد لكل أشقائنا في الجزائر. هذا الهدف 11 من أسامة البوغاني، معين برشا برياضة كرة اليد، يتابع برشا في التلفزة الوطنية. ألف تحية من تونس لأشقائنا في الجزائر. كنت نحكي مع أحد المسؤولين الجزائريين، كلمة خاوة تعاودت برشا، وقال لي تونس والجزائر دم واحد، حاجة تفرح وحاجة تشرف كي نكون متابعة كبيرة، متابعة كبيرة سواء للبطولة العربية وقت كان فيها مولدية الجزائر، أو أيضا البطولة الإفريقية اللي قاعدة تدور فيها عين توتا، وأيضا مولدية الجزائر، فما أيضا البطولة الإفريقية للسيدات اللي فيها البيار الجزائري وأيضا بومرديس. تحية لكل أشقائنا في الجزائر. وهذا الهدف السابع لعين التوتا. عين التوتا بادي المباراة أفضل بكثير من المباريات الثلاثة الأولى اللي لعبها في هذه البطولة، أحسن بكثير من باقي المباريات نادي عين التوتا. وهذه إعادة للتصويبة من أسامة عمروش اللي غلطت، أصيل النملي حارس الترجي، والهجوم الآن للترجي. عبد الحق بن صالح عازم الباشا يسدد الكرة، ولكن تسديدته خارج المرمى، يرجع الهجوم معكس سريع للفريق الجزائري بحركة فنية. إغالة الحارس محمد صفر، ياسين بن مسعود إغالة محمد صفر. شوف الإعادة، حلو الهدف وجميل من ياسين بن مسعود. محمد صفر اللي خذا مكان أصيل النملي في حراسة مرمى الترجي، كأنه مع ارتفاع الفارق إلى 5 أهداف ضيع شوية التركيز ودخل شوية في التسرع واستسهال المباراة لعيب الترجي. ياسر بطبيعة الحال والإجابة تجي من عبد الحق، معناتها 3 هجمات ما كانوا صايبين بالنسبة للترجي، تعقبهم هجمة معاكسة لعين توتا الجزائري، الشيء اللي خلاه يقلص الفارق إلى مستوى إلا واحد. عادي جدا فترة فراغ تجي في وسط المقابلة، 5 دقائق الأخيرة النجاعة كانت لعين توتا. أي ما وقت مستقطع من هذه أمور الفنية ولا ما زال عليه بكري تقول أنت؟ أي لا تنجم تخوى وقت مستقطع إذا كان أنت تراجع ويخمم، ممكن يخمم يستحفظ بالوقت مستقطع، عنده ثقة ممكن في أولاده، عنده ثقة ممكن في التركيبة بتاعه، يستحفظ عليه الوقت مستقطع حسب اعتقادي. إذا كان ممكن فوالا الحمد لله، هذه 7 أمتار لهنا دخول في المنطقة، قلت الحمد لله 7 أمتار، قلت لا قدر الله إذا كان ما نشحتش العملية هذه أكيد جدا ممكن بعد الهجمة دي يطلب وقت مستقطع. كما قلت لك عنده ممكن ثقة في الأولاد بتاعه، وعنده استراتيجية يعرف متى ياخذ التمور. هنا الحمد لله 7 أمتار بالنسبة للترجي التونسي، إن شاء الله تكون صايبة. يفشل في التصدي، ينجح أسامة البوغانمي، غلط الحارس الجزائري سالم بوفالغا وسامة البوغانمي. سامحني محمد، نرجع للتومور، ساعات مدربين يحس ان الكيب نتاعه معناتها قاعده تتراجع شيئا فشيئا في المردوديه، يسبق وياخذ تومور في وقت معين، هذه زاده عند المدربين، ينجم يحس بالريتم مش كيما بدا، ياخذ وقت مستقطع، ثم رجه نفسيه، ثم توصيات، ثم تغييرات الملاعبيه. وبالنسبه لباسم السمكي في الغالب ديما يبدل الملاعبيه في كل وقت مستقطع. فما رمية 9 أمتار، عبد اللطيف موفق يلعب مع أسامة عمروش، رفع إبراهيم، عبد اللطيف موفق توصل الكرة إلى لاعب الدائرة أيوب مذكور، وينجح في تسجيل الهدف. حديث شوف كيفاش دون رقابة بين زوز لاعبين، طليق من كل رقابة لاعب الدائرة أيوب مذكور، ياخذ الكرة بين زوز لاعبين في دفاع الترجي، وينجح في تسجيل الهدف 12-11، هدف وحيد فارق كما قلت بعد ما كان الترجي متفوق بفارق 5. هدف توصل الكرة لأسامة البوغاني، ثم مكرم سليمة، ثم رمية 7 أمتار محمد، التمريرة ممتازة للترجيين، تمريرة ممتازة الأولى والثانية وصلت لأسامة البوغاني، شاف مكرم سليمة بدون رقابة، باس في سرعة في وقت
وكمل الاجمل منها مكرم سلامه اللي يبحث بتبعت لها هو ديزيكيليبريا مع الدفع تحصل على 7 امتار. ديما نحكيوا على جماليه كره اليد، ثم تمريره وثم باس، ساعات اجمل هكا ولا محمد من الهدف. صحيح هذا اكيد لياجه تغيير على مستوى حراسه المرمى، عبد الله بن مني ياخذ مكانه في حراسه المرمى وبلقطه فنيه ممتازه رائعه تنفيذ رميه 7 امتار من اسامه البوغاني. هنا ممكن جاوبنا اسامه، قال ثم اهداف زادت تكون جميله كما اللقطه الفنيه. ياسر ياسر حلو تنفيذ بمعصم اليد الهدف الخامس لاسامه البوغاني، رغم انه الحارس تقدم لكن استغل انه الحارس قاعد يتحرك برشا على ساقيه ونجم يغلطوا بطريقه بمعصم اليد. كان فما مشي بالكرة في اللقطة السابقة إذا ما تفكروش حكمات المباراة. ممتاز التصدي من محمد صفار يوسف العبد اللي يعكس الهجوم عبد الحق بن صالح. نفس التمشي محمد سامحني، نخرجوا بالكرة هجوم معاكس، يتبلاصا دي بيفو يولي يلعب هجوم 4-2 مكرم سلامة في راس جليدي أو اسلام جبالي، وبعد يقع التغيير ويدخل حازم باشا في التشكيله. هذه قراءه هو على عكس المباريات السابقه. حازم باشا يسدد ممتاز وقت اللي يحط الكره ويكدر الكره، يحط الكره في المرمى صعيب انه يتصدى له حراس المرمى حازم باشا، لانه تصويبات قويه تصويبات حازم باشا. قلت على غير العاده باسم الشبكي متعود يغير برشا، إلى حد الآن تقريبا نفس التشكيلة اللي بدا بها على مستوى الهجوم، إذا استثنينا طبعا التغيير بين الدفاع والهجوم. وتقعد الكرة عند عين التوتة مرة أخرى، شوف الإصرار وممتاز التصدي من محمد صفار، فما استبعاد لمدة 60 لأنه الكرة اصطدمت بوجه محمد صفار. نتصور أنه باش يوقع الاستبعاد، ما نعرفش ماهوش سيستيماتيك هو الاستبعاد، نعرفش الكرة أو الإعادة. تصويبة لاعب الدائرة نجم يكون فيها استبعاد ياسين بن مسعود، لكن التصدي كان مميز من محمد صفر حارس الترجي. فماش استبعاد، مشات الكرة مباشرة للوجه، كانت فما القصد من اللاعب مع الفراد نتاع محمد صفر اللي اتحرك وخرج وسكر المرمى، كانه ما فماش استبعاد لمده دقيقتين. والهجوم يرجع للترجي، اسامه البوغاني، الحق بن صالح، يوسف معرف، حازم باشا، يخرج محمد علي بحر، حازم باشا، عبد الحق بن صالح، بن صالح يلعب الكره مع مكرم سلامه، لكن ما تحكمش في الكره كما يلزم مكرم سلامه. فما رميت 9 امتار، فما مطالبه بمسح الارضيه او الاعاده لعمليه 9 امتار الاخيره اللي اعلن عليها ثنائي التحكيم المصري. اعطانا عليهم كل المعلومات ياس سعيد من القاهره تحديدا. 27 و30 سنه، 27 و25 محمد، 27 شابات مازالوا صغار في العمر. الحكمات هذوما يزخروا اليوم في بطوله افريقيه، وصراحه ماهوش جيد عموما تسديدة من حازم باشا. قلت جيد عموما التحكيم لثنائي التحكيم المصري هايدي وياسمينة السيد، رغم انهم صغيرات في السن. المباراة السابقة اللي كانوا يزخروها رغم بعض الاخطاء، لانها اخطاء ما تاثرش على المباريات وتصير في مباريات كرة اليد، اكيد اللي حكينا لهم الا بشر والخطأ وارد. رفع ابراهيم يوصل الكرة، اسامة عمروش يسعد، اسامة عمروش ويتمكن من تسجيل الهدف 12. قاعدين على مستوى الهجوم الفريق النيجيري، عبد الحق بن صالح يختار التريث، عبد الحق بن صالح
الفريق الجزائري سجل من 9 امتار، سجل من لاعب الجارق بنوع على مستوى الهجوم. يوسف معرف عبد الحق بن صالح حزم باشا يمشي حق بن صالح، ممتاز الفرنك، ممتاز المراوغة على القدمين، ممتاز التمريرة لمكرم سلامة، عكس الهجوم بسرعة وينجح في مغالطة محمد صفر، يرفع الكرة لوب من رافع إبراهيم، هذا الهدف الثالث لهذا اللاعب. والهدف الثالث ليه وكنت فرش فيه في اللقاء الافتتاحي بالنسبة لعين توت، ما قدمش توتا ما قدمش لقاء كبير عكس اليوم مع ثلاثة أهداف. وصراحة دفاع الترجي إلى حد الآن ماهوش كي العادة، إذن دفاع الترجي يخدم أكثر، الترجي قاعد يسجل على مستوى الهجوم، هذه التسديدة من جلال العبدلي اللي ياخذ مكانه في هجوم الترجي. كنت مش نقول ما غيرش باسم السبكي نفس التركيبه على غير العاده، لكن بعد 23 دقيقه يرتح عبد الحق بن صالح، اثنين عندهم تكنيك وعندهم نفس السيلي شبه البعض، دونك يرتح عبد الحق ويدخل بلال العبدلي. هنا دفاع متقدم حركي بالنسبه ل عين توتا كما قلت محمد، رجع 6-0 يتغير، حكينا فيه في السباحة في اللقاء الأول. فمش خطأ يقولوا الحكمات، ياسين بن مسعود ينجح في تسجيل الهدف 14، عنده إمكانيات زايدة هذا اللاعب ياسين بن مسعود، والوقت المستقطع مبرر ومفهوم من باسم السبكي، هدف وحيد من الترجي بعد ما كان الفارق 5 اهداف. نسمعوا المدرب شنو يحكي. الملعب لازم يمشي، نعمل الشغل بتاعنا في الهجوم، احنا اللي احنا اللي مستعجلين بالراحه واحده واحده، نبدا نعمل الشغل بتاعنا في الهجوم، تمام؟ راجب هتخش لي مكان حاسم دلوقتي، انت اللي هتغير في دماغه الهجوم، تمام؟ ابدا اعمل الشغل، اعمل لي روس وروس بلس، خلاص؟ نعمل لي روس وروس بلس، هو ده اللي يمشي دلوقتي، خلاص؟ اتفضل يلا. واضح قال ما فهمناش علاش تجربوا على مستوى الهجوم، في عقلنا وطلب منهم تكتيك معين، اكيد ما نجموش نعرفوه شنو التكتيك اللي طلبوا منه، تو نشاهدوه وقت اللي يطبقوه لاعبي الترجي على ارضيه الميدان. كما نعرفوا في كره اليد المدربين يحضروا مجموعه من الخطط التكتيكيه للكومبينيزون اللي يقوموا بها على مستوى الهجوم، فما شكون يعطيها اسماء، فما شكون يعطيها ارقام، كل فريق وكل مدرب وكيفاش طلب تنفيذ طريقه معينه. تنشهدوا رجب شوشين دخل مكان حازم باشا ايضا على مستوى الهجوم، يوسف معرف، بلال العبدلي، مكرم سلامه، عمليه التقاطع، رجب شوشين توصل الكره، بلال العبدلي تكمل على اسامه البوغاني، ممتاز الهدف من اسامه البوغاني، رغم لو كان شادوا الاعاده شو قديش كانت مغلقه الزاويه قدام اسامه البوغاني، تقريبا اقل من متر يصعد اسامه البوغاني، يفتح الزاويه ويسجل الكره في القائم الثاني 16-14 للترجي قبل 5 دقائق، اكثر شويه من 5 دقائق على نهايه هذا الشوط الاول. والهجوم جزائري، رافع ابراهيم، عبد الله موفق، اسامه عمروش، رافع ابراهيم يوصل الكره الى لاعب الدائره وينجح في تسجيل الهدف حمزه حمو. يرجع الهجوم للترجي، بلال العبدلي، يوسف، بلال العبدلي حاول المرور، وهجوم للترجي 16 محمد 15 قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول، دخول فرج شوشان، محاولة منه باش الكرة تكون أسرع، والآن ممكن ياسر معناتها، وهنا يجاوبني فرج شوشان تسديدة قوية
امكانياته كبيره في رشوشان بتواجد بلال عبد اللي وعبد الحق بن صالح، مش قاعد ياخذ برشا وقت لكن عنده الامكانيات وعنده ما يقول. دونك يلقاه الترجي في مناسبات كيما هكا. وايقاف المباراه وقت مستقطع يطلب المدرب الجزائري حسين ديفي، هذا اسمه المدرب هذا. اسمع شنو باش يحكي. اسمع 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 جماعة شنو سمعوني. اي اي لعب ثلاثة وراح وسمع لعب ثلاثة يلعب ثلاثة معاه. اوكي نلعب الحلول هما تحت كل مرة كاين حلول تحت خاصة سمعت. اي في الدفاع ريحوا السيسيرو الكونتر بلوك 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 اوكي بلوك سيتو في الوسط كيسيرو في الدير كيسيرو بارك على بيفو بيفو اتونسيون طلع موتي طلع موتي طلع ردوا بالكم على لاعب الديريا، ردوا بالك على البيفو طلع مونتي دبال. هذوما ابرز التوصيات الدفاعيه اكثر الحكايه اكثر على الدفاع لانه مكرم سلامه خذا بالحق برشا كرات في وسط الدفاع. ونفس الشيء محمد الترجي التونسي سامحني بكلمه نقولها قاعد معناتها سهل حتى الباس للاعب الدائري بالنسبه للعين توت الجزائري. اثنين او ثلاثه كرات ما ثماش رقابه ما ثماش بلوك معناتها مش مسكرين الماكسيموم على اللاعب الدائره. اذا كان انت وقفت لاعب الدائره اكيد جدا معناتها مش صعب عليه الحلول. نفس الشيء بالنسبه للترجي اللاعب الدائره خذاه برشا كل هذه قراءه اوليه تقدم على مستوى اللاعب رقم 2 رقم 3 4 2 ثم ترجع بديبار البيفو نعاودوا نرجعوا 6 1 او 5 1 كيما هكا. يعني ثم فكره ونقيض الفكره طريقه لعب ثم نقيض طريقه اللعب. فوالا التسديد واضح كان انه باش يصعد ويسدد وتمكن دفاع الترجي من ارجاع هذه الكره بتريث بلال العبدلي ويختار الهجوم المركز على الهجوم المعاكس رجب شوشان زائد رجب شوشان. بلال العبدلي اختار التريث زرب في الكره هذه كان نجم تنجم تزفر له دخول بقوه الحكمه لكن الحمد لله فما رميت 9 امتار للترجي. حتى المدرب الجزائري يطالب بدخول بقوه وكانت واضحه الاشاره قالت له اللاعب يمثل فماش دخول بقوه. رجب شوشان يتحصل على رميه 9 امتار واستبعاد لمده دقيقتين في وقتهم الاستبعاد لمده دقيقتين. شفت محمد من اجل انه عبد الله كيموش يوقع الاستبعاد نتاعو من اجل ايه ما قلت انه الترجي يحاول يزيد يعمق الفارق مع نهايه هذا الشوط الاول. تفضل ياسر. حبيت نقول يلعب دفاع 5-1 كي تظل تلعب 5-1 وعندك منسق يلعب برشا على ساقيه تصعب انك توقفه. استبعاد متدخين في وقت بالنسبه للتونسي في نهايه الشوط الاول. محمد علي بحر وينجح في تسجيل الهدف رابع هدف من مركزه الجناح الايمن لمحمد علي بحر. 4 كرات او 5 كرات سجلت سددهم المركز الجناح نجح في 4 وافشل في 81% نسبه النجاح لمحمد علي بحر من مركز الجناح الايمن. والفريق الجزائري يختار انه يلعب بمرمى شيغر توصل الكره الى لاعب الدائره او لاعب الجناح عفوا حمزه حمو. وان شاء الله محمد تقص الكره ان شاء الله تقص الكره لانه نستغلوا خروج الحارس المرمى بطبيعه الحال. ينجح في تسجيل الكره عبد الله موفق كانت تسديده قويه وباهي باهي استغلال المرمى الشاغر كما نقولوا ديما راهو تلعب بمرمى شاغر فانه هذا سلاح ذو حدين. كانوا مركزين لاعبي الترجي يعرفوا انه المرمى شاغر ولذا حتى مع قبول الهدف كان لعب السنتر سريع وتمكنوا من تسجيل الهدف 19-16 قبل دقيقه و20 ثانيه على نهايه هذا الشوط الاول. والهجوم جزائري اسامه عمروش رفع ابراهيم بن مسعود يحاول المرور بن مسعود فما رميه 9 امتار يقوم له الحكام عنده امكانيات طيبه لعب الجناح هذا ياسين بن مسعود في تشكيلة عين التوتة الجزائري. عملية التقاطع عليه ما تمش العملية
محاوله التسديد من اسامه عمروش، لكن تصطدم بالقائم وعكس الهجوم. محمد علي بحر يلعب الكره مع مكرم السلامه، لكن التصدي لسالم بوفلغه الحارس في تشكيله المولديه ماهوش مفهوم التصرف نتاع سالم بوفلغه لهنا. زرب برشا كان دفاع على ترجي الكل متمركز وحاول لعب الكره على ياسين بن مسعود، كانت سهله اقتناص الكره ما شافش الوقت، قال غلط في الوقت. الحارس قعد يطلب في الاعتذار، يطلب في الاعتذار حارس عين التوتا الجزائري، اخطأ على مستوى التوقيت لانه كان ينجم يتعامل افضل من التعامل اللي قام به مع نهاية الشوط الاول. رمية 9 أمتار للترجي الرياضي، الرمية الأخيرة، وكالعادة يدخل اختصاصي التسديدات في الثواني الأخيرة. حازم باشا هل يفعلها مرة أخرى؟ حازم باشا ويتمنى ويتمكن من تسجيل الهدف مع الثانية الأخيرة، يخلي الترجي يرجع إلى حجرات الملابس بأربعة أهداف. نقولوا جامي دي سونتروال إن شاء الله الثالثة زادة تكون. نتابعوا العملية أكيد، تفرجوا في المباريات لاعبي عين التوتا واخذين حذرهم، والكونتر طويلة طويلة دفاع عين التوتا. شوفوا تسديدة حازم باشا أين سيسدد الكرة؟ في المرمى. حازم باشا يسدد الكرة ولكن تصطدم في لاعب عين التوتا الجزائري، واحتجاج من المدرب الجزائري. لاعب عين التوتا هو اللي قفز، وفما ورقة حمراء لحازم باشا، ورقة حمراء لحازم باشا. يمكن قاسية الورقة، صحيح ان الكرة ضربت في وجه اللاعب الجزائري، يتمنى يقوم لباس اللاعب الجزائري لانه عنده اصابة قديمة على مستوى الوجه. عبد الله كيموش يطلب الاعتذار، ممتازة اللقطة ما بين حازم باشا وعبد الله كيموش. شوف الاصابة حكيت عليها، قلت تعرض لاصابة سابقة ايضا محمد صفر. هاي الاصابة نفس الاصابة اللي كانت عنده، يمكن عودة جات عليها تسديدة حازم باشا. هو الاعادة قدامنا، هو اللي تسديدة هي مباشرة، الحمد لله يقوم لباس، لكن قفز يمكن نتاع دقيقتين، نجموا كانوا يكتفيوا بدقيقتين فقط الحكمات اللي ساي باهي محمد وجودي هناك باش تعطينا الاضافات نعطي ونناقشوا. شوف من الاول انا قلت تتحرك وفي عمليه كيما هكا ممكن مش نراها شنو دور الحكام في العمليه ذي، ونحكي مع برشا حكام موجودين هنا في البطوله الافريقيه يقول لك ابسط حاجه نجم توصل للحمراء اذا كان ثم دم معناتها من هذا القبيل. انا مندافع على جمعيتي ونحاول، كنت نقول على الاقل استبعاد لمده دقيقتين. يقولوا لي الحكام توصل حتى للحمراء، للورقه الحمراء، الحمراء توصل للورقه الحمراء. انا من الاول قلت مش ياخذوا اقصاء لمده دقيقتين برك، لكن الحكم كي تشوف الدم وكل شيء تقول لك خطيره الاصابه. واحنا حكينا على الاصابه راهو من وسط الشوط الاول، قلنا راهو اللاعب رقم 18 وقت اللي اصيب فرحات الحمزاوي، قلنا راهو اللاعب رقم 18 عبد الله كيموش عنده ايضا اصابه على مستوى الوجه. على كل حال مش مشكل، المهم والأهم أنه اللاعب قام لباس، فمس خطورة على صحة اللاعب، وأن الترجي الرياضي التونسي ينهي هذا الشوط الأول متقدم بفارق 3 أهداف. كيف سيكون الشوط الثاني؟ كيف ستنتهي المباراة؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد شوية مشاهدينا الكرام. 10 دقائق